السلام عليكم ورحمة الله. شابتر 2 في مادة الاقتصاد الهندسي Cost Concepts and Design Economics. طيب تعالوا كده نشوف الكوست عندي ممكن ان انا اقدر اعمله categorized can be categorized in several different ways، يعني انا اقدر اعمله اقسمه عن بطرق مختلفة. ايه الطرق مثلا ممكن يبقى في تكلفة عندي فسميه تكلفة ثابتة اللي هي الفيكسد كوست، دي unaffected by changes in activity level. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو اخترت ان انا استثمر فلوسي في ان انا اجيب مصنع او اشتري مصنع، او فانا اول حاجة اعملها اشتري مكنة، فالمكنة دي اللي هتصنع المنتج المعين ده. المكنة دي هيكون سعرها اللي انا بشتريه ده fixed cost، اللي انا بشتري بيها ده fixed cost. طبعا مش هيفرق سعرها، هل انا مثلا عملت منتج قد ايه كمية من المنتج ده، مش هيفرق تمنها كده، مبلغ انا لازم ادفعه. طيب عندنا تاني نوع من الكوست عندي هو ال variable cost، ده طبعا بيختلف vary in total with a quantity of output، على حسب ال output بتاعتي. هل انا طلعت كمية كبيرة قوي فالتكلفة بتاعتي هتبقى كبيرة، طب هل هو انا عملت قلمين بس ثلاثة فال variable cost اللي هما القلم ده اللي هو مثال على المنتج اللي انا بطلعه، لو المكنة دي انا جايبها علشان تطلع لي قلم مثلا. طيب measure of activity، طبعا ال variable cost ده ده مقياس للاكتيفيتي، هل ان انا شغال مصنع شغال ولا مش شغال. طيب تعالوا كده نكمل، في طبعا في تقسيمة تانية او في طرق تانية زي الدايركت وإندايركت، بس كل الكلام ده هنتكلم عليه في فيديو تاني. انا محتاج الفيكسد كوست والفاريبل كوست. طيب تعالوا كده نشوف دلوقتي الجنرال برايس ديماند ريليشن شيب. ايه المعنى الكلام ده، او المعنى اللي احنا هنتكلم فيه هو البرايس والديماند، العلاقة بينهم. يعني مثلا تعالوا كده نقول ان انا لو عندي محل هشتري من عنده حاجة غير لما اشتري من بتاع الجملة غير لما اشتري من المصنع. طبعا كل ما الكمية اللي انا بشتريها دي هتزيد، كل ما الديماند زاد يعني، كل ما قيمة البرايس هتقل، ودي هنشوفها كمان شوية في علاقة. بس تعالوا في الأول كده نشوف شوية نوتيشنز. البي مثلا معناها البرايس، الدي ديماند، التي ار اللي هي التوتال ريفينيو اللي هو العائد الكلي اللي انا او الدخل اللي انا بيجيلي، التي سي اللي هو التوتال كوست، السي اف اللي هو الفيكسد كوست، السي في اللي هو الفاريبل كوست. طيب ده اللي هو ال variable cost اللي انا هدفعه نتيجة ان انا عايز اعمل مثلا 100 قلم. طيب اما ال CV small اللي هو المبلغ اللي انا هدفعه او ال cost اللي هيكلفني اللي هو التكلفة، انا اسف، نتيجة ان انا عايز اعمل قلم واحد بس لل per unit، لل unit الواحد بس. طيب تعالوا كده نشوف دلوقتي، بيقول لي هنا the demand for a product is inversely proportional to its price according to ال B equal A minus ال B في ال D. ده معنى ايه الكلام ده؟ بيقول لي هنا ان انت كل ما الطلب، كل ما الكمية اللي انت اشتريتها زادت، كل ما كان ال price هيتناسب عكسي مع بعضه، تمام؟ ال price هيقل شوية، فال B بتساوي A minus ال B في ال D. تعالوا كده نمشي، ال A وال B دول ثوابت، يعني هو العلاقة هنا بين البي والدي علاقة مالها؟ علاقة عكسية، هنشوفها ازاي ممكن نرسمها اصلا. الاي والبي هنا ار كونستنت، كونستنت هنا ديبند على البارتيكولار برودكت، طيب على حسب نوع المنتج. تعالوا نشوف دي العلاقة، تعالوا كده نشوف رسمتها تبقى عاملة ازاي. تبقى رسمتها لينير طبعا، لان دي علاقة بين البي والدي، علاقة بين متغيرين، مفيش سكوير، مفيش اي حاجة على الدي، فاذا هي علاقة لينير بس عكسية، لان السلوب بتاع او السلوب بتاعها هنا سالب البي، سالب بي سمول. طيب والجزء المقطوع من محور صلاته هنا هو الموجب ايه؟ اذا انا كده عرفت ان السلوب نيجاتيف، يعني يعني العلاقة عكسية باينة قوي، كل ما زادت الطلب كل ما زادت الكمية اللي انا هشتريها، كل ما قل البرايس. طيب تعالوا كده نشوف حاجة تانية، الـ total revenue هي equal ايه؟ العائد الكلي هو الـ price، الـ price في الـ demand. يعني
يعني مثلا تعالوا كده نشوف التوتال ريفينيو. اتفقنا ان هو من النوتيشنز اللي فاتت قلنا ان هي التي ار، البي اللي هو البرايس، الدي اللي هو الديماند. طيب لو انا مثلا معايا البرايس بتاعت الحاجه حاجه معينه ضربتها في الكميه اللي انا هشتريها هتديني التوتال ريفينيو العائد ليا انا، العائد اللي هو اللي جاي لي انا. تمام. طيب تعالوا كده نشوف، نشيل البي من هنا ونحط مكانها ايه ماينس البي في الدي، يطلع لي ان التوتال ريفينيو عباره عن اي دي ماينس بي دي تربيع. هنا التوتال ريفينيو عباره عن ايه؟ العائد هيكون عباره عن علاقه تربيعيه، هنا دي سكوير، هنا طبعا ايه يعني احنا متعودين على حاجه في اكس سكوير حاجه في اكس وكده، لكن الفاريبل هنا بالنسبه لي هو الديماند، يعني الكميه اللي انا طالبها. تمام. او الطلب. طيب طبعا هنا لازم يكون بالنسبه للثوابت دي الاي اكبر من الزيرو والبي لازم تكون اكبر من الزيرو. طب تمام كده، لان ممكن في مره تانية تكون البي دي ثابت، يعني البي ده ما بيعتمدش على الكميه، يعني انت لو بتشتري من محل واحد فالبي دي ما بتعتمدش على الكميه، يعني انت اشتريت حاجتين زي اشتريت ثلاثه زي اشتريت اربعه، تمام ثابت ما بيتغيرش. تعالوا نشوف حاجة تانية مهمة جدا، دي العلاقة دي اللي هي توتال ريفينيو طلعت لسه شايفينها من ورا، اللي هي توتال ريفينيو بتساوي اي دي ماينس البي دي تربيع، فدي علاقة تربيعية. طيب تعالوا كده نشوف، بيقول لك كالكولاس هنا كان هيلب ديترماين الديماند ذات ماكسمايز الريفينيو، يعني انا بقول لك هنا التفاضل بقى هيساعدنا هنا ان احنا نحسب قيمة الديماند، الكمية أو الطلب أو الكمية اللي أنا هشتريها، بحيث إن هي تخلي أو الكمية المفروض اللي أنا أبيعها بحيث إن هي تطلع لي ريفينيو كبير قوي، ماكسمايز الريفينيو. طيب أنا عارف إن الريفينيو أصلا التوتال ريفينيو كان عبارة عن AD ماينس البي دي تربيع، أنا عشان أجيب الماكس الماكسيموم دي فالمفروض إن أنا أعمل ديريفيتيف هنا، هعمل ديريفيتيف للمعادلة دي ويز ريسبكت تو دي، يعني هشتق المعادلة دي كلها بالنسبة للدي وهساويها بزيرو زي ما كنا بنعمل في تالتة ثانوي بالظبط في التفاضل عشان اجيب الايه القيمة العظمى، نشتق ونساوي بالزيرو، هشتق المعادلة دي كلها with respect to دي، يعني هشتقها بالنسبة للدي. اي دي هتبقى ايه ماينس بي دي سكوير، يعني هتبقى ماينس 2 بي دي، هساويها بالزيرو اجيب قيمة الدي، الدي هنا هسميها دي العلامة دي بحيث ان انا اعرف ان الدي دي هي القيمة اللي هتطلع لي منها ماكسيموم ريفينيو، العائد اللي عندها بيكون اقصى حاجه. طيب الماكسيموم توتال، طب القيمه دي بقى قد ايه؟ التوتال ريفينيو ده عندها هيكون قد ايه؟ هعوض طبعا، انا طلع لي قيمه الدي هنا اطلع اعوض بيها فوق في المعادله دي اللي هي التي ار اللي هي التوتال ريفينيو بتساوي اي دي ماينس البي دي تربيع، انا طلع لي ان الدي بتساوي ايه على 2 بي، اروح معوض بقى في المعادله دي اشيل كل دي واحط مكانها ايه على 2 بي، يطلع لي A تربيع على 2B يعني نص A تربيع على B، وهنا يطلع لي لما اضرب عشان ما اشيل دي واحط مكانها A على 2B يطلع لي A تربيع على 4B يعني ربع A تربيع على B، لما اطرح نص من ربع يطلع لي ربع A تربيع على B. كده انا جبت التوتال ريفينيو او ماكسيمم توتال ريفينيو. We can also find maximum profit. ايه هو البروفيت ده؟ اللي هو الربح بقى، الربح العائد اللي داخل لي مش شرط ان هو يكون هو المكسب بتاعي، لا البروفيت هو الريفينيو ماينس الكوست، يعني انا عشان اعمل المصنع ده في تكلفه فيكسد وفي تكلفه فاريبل، نتيجه الفيكسد ده نتيجه المكنه نفسها، الفاريبل ده نتيجه ان انا جبت ماتيريال عشان اعمل بيها المنتج بتاعي. طيب كل ده اسمه الكوست، اما الريفينيو ان انا بقيت ابيع فبيطلع لي ايه؟ بيرجع لي عائد، فالعائد ده هماينس منه الكوست بتاعي، الكوست اللي انا دفعته عشان اشوف قد ايه انا ربحت، هل انا في اصلا بروفيت ولا مفيش. البروفيت عندي هو توتال ريفينيو هماينس منه التوتال كوست. طيب التوتال كوست عندي اتفقنا ان هو تي سي، والرموز دي طبعا قدامنا اهي. عندي الفاريبل كوست بقى هو عباره عن ايه الفاريبل كوست ده؟ لو انا مثلا عندي 50 قلم، الفاريبل كوست يعني انا هدفع عشان اصنع عشان اعمل قلم واحد كذا، لو هم عددهم 50 فاضرب الاثنين في بعض يدوني الفاريبل كوست للاقلام كلها. طيب نفس الكلام بقى، احنا عندنا التوتال ريفينيو لسه اصلا جايبينها من ورا،
التوتال ريفينيو بيساوي اي دي ماينس البي دي تربيع، البروفيت عندي هو عبارة عن